سوري الحر في جبل تركمان بمحافظة اللاذقية السورية، ولكن بعد إصابته إصابة بليغة في إحدى تلك المعارك انسحب رفاقه من أرض المعركة وبقي في عداد الأموات. لكن وبعد 40 يوما يعود حسن من المجهول ليفاجئ أهله ورفاقه ويروي قصة بقائه على قيد الحياة. طحشنا على الميدان، فهنيك لما وقت اللي كان صار الانسحاب التكتيكي يعني وصلت على الغابة، لسه شوي بدي فوت على الغابة، هنيك انبطحت على الأرض أنا، لأن كان المنطقة اللي بدنا ندخل عليها ضيق كثير، الشباب كان ما عم يحسن يفوتوا. قلت يا شباب أنا تقوصت، وسديت البارودة على واحد من رفقاتي اللي ورا، قلت له شباب خذوا بارودتي، ومديت ايدي على واحد من رفقاتي فكمشني من ايدي وسحبنا على قلب الغابه، والجيش ورا منا على الدعسه عم يجي فورا. انا زلمه ميت ليكني يعني مقوس من هون، وصار معي نزيف عم ينزل دم. فالشباب شو حمان قالوا لي لا حسن بدنا نيجي ناخذك بالليل، وخبوني ورا الشجره وصار يحطوا علي ورا شجر وكل شيء، خبوني هونيك. انا بلشت اطلع شوي شوي انه لفوق، ما عم بعد من هونيك كمان من نفس المنطقه، لأن الشباب رفقاتي بدهم يرجعوا يعني بدهم يرجعوا ياخذوني من هون، بس الشباب كتر الجيش هونيك ما حسنوا يرجعوا لعندي. بعدين قطعت الامل يعني، انا قلت هدول ما راح يحسنوا يرجعوا لعندي، فصرت امشي من هونيك. لقيت هونيك بيتين ما دخلت عليهم، بقررت عليهم قلت لك حسن بيت محروق ومحروق، حارقين البيت وخالصين يعني، اذا انت دخلت على البيت وشفت شو في بقلبه ما في شيء، فوت شوف شو في بقلبه. فتت على البيت، اول ما فتت على المطبخ لاني جوعان، صار لي 10 ايام ماني اكل شيء ابدا، عم بعيش على الفطر انا على الكمل اللي بيطلع على الارض. فتت على الغرفه جوالي، بالغرفه غرفه النوم محروق كل شيء، بس ضربت ايدي هيك على تحت التخت، اجى على ايدي كرتون، سحبت الكرتون ولا علبه كرتون مرتديلا معبى. بس سبحان الله استغربت يعني، قلت لي يعني كل شيء محروق بالبيت الا هدول الشغلات ما محروقين. اجى على ايدي كيس، سحبت الكيس، فتحت الكيس ولا بالكيس في دواء التهاب، مرهم مشان الالتهاب، وبودرة للالتهاب، وشاش وقطن وسبيرتو، صرت داوي حالي هونيك. تميت هونيك 42 يوم وأنا كل يوم شعل النار. أنا تحت الجيش فورا، تحت الجيش ب 300 متر، ساكن ب 42 يوم بالميدان، والجيش ما بيعرفني أنا لسه. الشباب لما شافوني هيك ما حدا صدق أول شيء، استغربوا يعني، قالوا لي حسن أنت عايش بعد 42 يوم، كيف طلعت حي من هونيك؟ نحن فكرناك ميت انت وهي جابوا لي دفتر سجل الشهداء كمان محطوط اسمي بالسجل، شهيد حسن قرابجة. نهاية نشرة الأخبار الخاصة بسوريا، إلى اللقاء.